السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة المشهد السياسي اليمني. محاولة إنعاش جديدة للمشهد السياسي اليمني المتعثر، هذه المرة أخذت ألمانيا على عاتقها دور الوسيط في جمع الأطراف اليمنية أملا في الوصول إلى تقريب وجهات النظر من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. هذه المستجدات تأتي بالتزامن مع تحركات حثيثة للمبعوث الأممي في العواصم العربية للوصول إلى هدنة مع بداية شهر رمضان القادم والجلوس من جديد على طاولة المفاوضات كما جاء في التصريحات الأخيرة لولد الشيخ، إذ يبدو بأن باب السياسة الموصود بفعل الحرب أمام محاولات طرق جديدة. فهل ستنجح هذه المحاولات التي تقودها ألمانيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة في فتح باب المفاوضات، أم أنها كباقي المحاولات ستبوء بالفشل وستستمر الحرب في فرض خياراتها؟ هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في محورين: إلى أين يمكن أن تصل ألمانيا في محاولتها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، وهل أصبح الظرف المحلي والدولي مواتيا للدخول في مفاوضات جادة ومثمرة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير للزميل عبد الرقيب الأبار. في مسعى يهدف إلى تقريب وجهات النظر وإعادة الأطراف اليمنية إلى الحوار، ترعى الخارجية الألمانية اجتماعا في برلين لممثلين عن الرئاسة اليمنية وميليشيا الحوثي والمخلوع. السفير الألماني لدى اليمن أندرياس كيندل أكد أن الاجتماع المرتقب للأطراف اليمنية سيستمر نحو أسبوع، سيتم خلاله بحث مجمل القضايا السياسية والإنسانية في البلد الذي يعاني حربا منذ أكثر من عامين. هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء أحمد بن دغر إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، حيث قالت المصادر إن بن دغر سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين الألمان لإطلاعهم على مجمل الأوضاع في البلاد. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي تحتضنه العاصمة الألمانية بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بعد أن استضافت قبل نحو شهرين ممثلين عن أطراف الأزمة اليمنية بهدف تحريك عملية السلام وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة. وبموازاة ذلك يواصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تحركاته لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية، حيث يبحث المبعوث الأممي مقترحا لإبرام هدنة قبل شهر رمضان. المبعوث الأممي أوضح خلال جلسة على هامش منتدى الدوحة مواصلته العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية باتجاه ميناء الحديدة، تمهيدا للدخول في جولة جديدة من المباحثات، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الصراع. وبالنظر إلى حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن والدول الراعية، تبقى مؤشرات الوصول إلى حل للأزمة في البلاد بعيدا، خصوصا في ظل تعنت الميليشيا عن الاستجابة للقرارات الدولية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة من برلين مع خالد العفيف رئيس مبادرة يمن جديد. مرحبا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله. مرحبا بك أستاذ خالد. في البداية، ما الذي دار في اجتماع اليوم للحكومة الشرعية بممثلين عن الانقلاب في برلين؟ اللقاء الذي هو الآن اليوم في برلين ما بين ممثلين عن الحكومة الشرعية و الطرف الانقلابي هو ليس لقاء رسمي، وانما لقاء تنظمه منظمه المانيه تهتم بعمليه التنميه السياسيه والحوار بين اطراف الصراع في الدول في الدول التي تنشط فيها الصراعات، ومن ضمنها اليمن، بالتنسيق مع منتدى التنميه السياسيه الذي يراسه الاستاذ علي حسن سيد. وهو لقاء تشاوري لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الكيانات السياسيه في اليمن والتي هي تندرج في ضمن الشرعيه مع ممثلي الطرف الانقلابي. إذن لتقريب وجهات النظر عسى ان نساعد تقريب وجهات النظر في دفع بالعمليه السياسيه وعمليه السلام للامام لايجاد حل للازمه السياسيه في اليمن. نعم. لإنقاذ الوضع الإنساني المأساوي في اليمن. نعم أستاذ خالد، إذن هذا اللقاء ليس بصورة رسمية من قبل الحكومة الألمانية؟ ليس بصورة رسمية من قبل الحكومة الألمانية، لكن الحكومة الألمانية مشاركة فيه ومهتمة فيه، حتى أن السفير الألماني كتب
في تغريدة له على حسابه في تويتر أن أن أنهم يت أن الحكومة الألمانية تتمنى من هذا اللقاء الذي سوف يعقد في برلين هذا الأسبوع أن يكون مساهم بشكل فاعل في إنقاذ اليمن وإيجاد حل سياسي والدفع بالعمل السياسي للأمام. هي الحكومة الألمانية مهتمة وتتابع هذا اللقاء عن كثب ولكي تتقارب هذه الأطراف عسى أن تتحرك العملية السياسية بعد هذا الركود الطويل. نعم، في اليوم الأول أستاذ خالد لهذا الاجتماع هل يعني خرج بأي أهداف؟ هل تم التوصل لنقاط معينة؟ لا هو ما زال يعني الآن اللقاء لقاء تشاوري ولم يعني لم يعني تخرج عنه أي أو تنبثق عنه أي نتائج، إنما يعني جلست الأطراف مع بعض تناقشت، وفي اليوم الأول يكون عبارة عن طرح أجندة اللقاء وما هي النقاط التي سوف يتم نقاشها، وسيكون له لقاءات متتالية خلال الأسبوع هذا. الجديد في هذا اللقاء الذي جد في هذا اللقاء نعم، الشخصيات في شخصيات مكررة تدعوها هذه المنظمات بشكل لثالث مرة أو لثاني مرة على التوالي، لكن انخراط الطرف السعودي في الموضوع، السعودي في هناك ممثل السعودية من ضمن هذه الدائرة التي تقوم التي تعقد هذه اللقاء وهذه التشاورات. نعم، أشكرك جزيلا. نعم، الأشخاص الذين يشاركون هي الأستاذ حيدر المكر عطاس، عبد الرب السلامي، عبد الله الآنسي، ورشاد العليمي، هذه من طرف الشرعية، أبو بكر القربي، وحمود خالد الصوفي، وعلي العماد من الطرف الانقلابي. أشكرك أستاذ خالد العفيف، رئيس منتدى مبادرة يمن جديد، على مشاركتك معنا وتوضيح صورة هذه المباحثات أو اللقاء في برلين. شكرا لك. وينضم إلينا الآن من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. يا مساء الخير أستاذ عبد الناصر. إذن الاجتماع يبدو أنه غير رسمي كما تحدث الأخ خالد العفيف، وهي عبارة عن لقاء لتقريب وجهات النظر. أنت قراءتك لهذا اللقاء، هل سيثمر من وجهة نظرك والخروج بأي شيء؟ هذا اللقاء هو استمرار للقاءات تعقدها منظمة بيرغهوف، وهذه اللقاءات هي لقاءات في الغالب لأطراف تمثل القوى السياسية أو أشخاص يمثلون القوى السياسية. والاختلاف في هذا اللقاء أن مستوى التمثيل يبدو أنه أعلى من المستويات السابقة، إضافة إلى وجود أشخاص أو شخص كما ذكر ضيفك من برلين بأن هناك شخصية سعودية تحضر لأول مرة هذا اللقاء. هذا اللقاء يعقد تحت رعاية وزارة الخارجية الألمانية، وبالتالي هناك رعاية ألمانية رسمية، وإن لم تكن هذه الرعاية بالمعنى أنه يعقد تحت سلطة وزارة الخارجية الألمانية، ولكن هي الطرف الداعم والراعي لهذه اللقاءات. نعم، هذه اللقاءات من حيث المبدأ هي فقط محاولة تقريب وجهات النظر، ولكنها لا يمكن أن نقول عنها أنها مفاوضات رسمية كما هو حال المفاوضات التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، لأن تلك اللقاءات يتم تأطيرها بشكل رسمي، وأي نتائج عنها تصبح نتائج رسمية، بينما هذه تعتبر نوع من التوصيات فقط. حتى لو كانت كما تعلم بحضور رئيس الحكومة وممثلين من مستشاري رئاسة الجمهورية، يعني وفد رفيع المستوى ليس بالوفد العادي. أعتقد أن رئيس الحكومة من ضمن المشاركين في هذه الفعالية، يبدو رئيس الحكومة وزير خارجية مشاركين في فعالية أخرى، هذه الفعالية يحضرها مستشاري رئيس الجمهورية أو ثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية، والدكتور حيدر العطاس والدكتور نعم. رشاد العليمي والأستاذ عبد الوهاب الأنسي، لكنهم يحضرون لا يحضرون بصفتهم ممثلين رئاسة الجمهورية، ولكن يحضرون بصفتهم ممثلين لقوى سياسية، هذا ما أفهمه.
نعم، إذا نستوضح أكثر من مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحاوي من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك الكرام جميعا. مرحبا بك أستاذ مختار. ضعنا يعني بتفاصيل هذا الاجتماع، هل هو رسمي؟ هل من مثل هو الحكومة الشرعية والرئاسة بوفد رسمي، أم هي عبارة كما تحدث الأخ خالد العفيف وأيضا كما تحدث الأستاذ عبد الناصر المودع عبارة عن تمثيل سياسي ليس لها علاقة بوفد رسمي وبإشراف من ألمانيا؟ نعم، هو في حقيقة الأمر أنها ليست زيارة أو ليس لقاء رسمي بين الحكومة اليمنية بتكويناتها الرئاسية وكذلك الحكومية، ولكن هي تكوينات حزبية قد تكون أقرب إلى أنها تمثيل سياسي حزبي، وقد تم لقاء مثل هذا قبل في بداية الأزمة وجمع بين الأطراف السياسية بشكل عام بما فيها أيضا الحوثيين، وطبعا هذا يأتي في إطار التنسيق وفي إطار بحث العودة للمسار السياسي والسلمي الذي توقف بعد مشاورات السلام الذي تمت في الكويت. نعم، هل تتوقعون أي نجاح تحقق هذا اللقاء والعودة إلى المفاوضات؟ بالنسبة للعودة للمسار السياسي، هو ليست هناك إشكالية في العودة للمسار السياسي. العودة للمسار السياسي تحدثت الحكومة أكثر من مرة أنها مستعدة، ولكن الذهاب لابد أن يتم وفق المرجعية المتفق عليها. وما نشاهده الآن وما نتابعه هو أن إسماعيل الشيخ أحمد ما يزال حتى هذه اللحظة مصر على الخطة التي تقدم بها والتي رفضتها الحكومة. بالتالي لو حصل تعديل للخطة أعتقد أن الحكومة ستذهب إلى أي مكان، ليست هناك مشكلة. أما بالنسبة لهذا اللقاء هو لقاء تنسيقي ولقاء لشرح وجهة نظر الحكومة في الملف السياسي والسلمي، وأيضا يأتي قبل يعني هناك تجهيزات معركة الساحل الغربي وتحرير محافظة الحديدة. بالتالي هناك حراك دولي من قبل بعض الدول الأوروبية للحيلولة دون تحرير العاصمة بقوة، تحرير الحديدة بقوة السلاح. وما تم الحديث عنه أن إسماعيل الشيخ أحمد يطرح مقترح أن يتم تسليم الحديدة للقوات الحكومية والشرعية، ويعني بعد ذلك يمكن الانتقال للجانب. يعني يمكن اعتبار هذا التحرك الألماني أستاذ مختار بهذا الصدد من أجل إيقاف معركة تحرير الحديدة؟ يعني يأتي في هذا الصدد، يأتي في هذا الإطار أنهم يريدون أن لا يتم الدخول إلى الحديدة بقوة السلاح وتحريرها بالقوة، ولكن يأتي عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق المشاورات السياسية. وفي كل الأحوال يعني هو ما يهمنا أن يتم إخراج الميليشيات الإنقلابية من الحديدة، وسواء عن طريق المعركة وعن طريق الحوار والحل السياسي. يعني لو أن الميليشيات الإنقلابية تسلم العاصمة صنعاء وتسلم المناطق فإن هذا أسلم لنا وأسلم لليمنيين، والحكومة ليست داعية حرب وليست داعية عنف، إنما هي تبحث عن السلام، تبحث عن إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني الذي يموت بسبب سياسات الميليشيات الإنقلابية وبسبب تفشي الأوبئة والأمراض. نعم. وتجاهل أستاذ مختار من الميليشيات الإنقلابية. نعم، كان هناك تصريح الوزير الخارجية بالأمس عن تعديل في الخطة الأممية، أبرز هذه التعديلات إن يعني وجدت. هو بالنسبة للتعديلات التي تحدثت بها معالي وزير الخارجية هو أنه ما تحدثت به قبل قليل هو أن يتم تسليم الحديدة بدون الحديدة المدينة وكذلك الميناء وبما يجنبها المعارك، يعني يتم تسليمها للحكومة بدون معارك، وبعد ذلك الانتقال مباشرة إلى حوار سياسي وسلمي يقضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن. يعني التعديل هو فقط يشمل موضوع الحديدة فقط لكي يتم تسليمها الميناء. نعم. وكذلك المدينة للحكومة. نعم. الشرعية تكون تحت إدارة وسيطرتها، وأيضا يتم إيقاف وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك والانتقال إلى حوار. نعم. بعد عيد الـ نعم الـ بعد عيد الأضحى. نعم أستاذ مختار، أودعك بسؤال أخير فقط، هذه الاجتماعات هل هي بإشراف من الأمم المتحدة بتنسيق مع الأمم المتحدة أم هو عبارة عن دور ألماني بعيدا عن الأمم المتحدة؟ بالنسبة للدور الألماني، الدور الألماني هو نشيط في الجانب اليمني ومهتم ألمانيا بالقضية اليمنية، وكل هذه ما يتم من حوارات وما يتم من تنسيقات حتى وإن كانت غير بإشراف مباشر من الأمم المتحدة لكن تأتي في إطار وفي صدد المساعدة اليمن وإنقاذ اليمن والوصول إلى حل سياسي وسلمي. لكن أن هذه المشاورات أو هذه الجلسات
لا أعتقد أنها بإشراف مباشر من الأمم المتحدة. أشكرك جزيل الشكر مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض. وعودة إلى عمان مع المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، البعض يقول هل نحن الآن في اليمن بحاجة إلى مبادرات ومباحثات ما دام هناك موجود القرار الأممي والمبادرة الخليجية والمرجعيات، لماذا لا تنفذ وتبدأ هذه المفاوضات بتنفيذها؟ يعني طبعا من ينفذ؟ ما هي الآلية لتنفيذ هذه القرارات؟ ما القرارات لا تنفذ من ذاتها وفق المرجعيات والآليات التي تحدثت سابقا في المبادرات السابقة. يعني هذه الآليات كلها لا يمكن لها أن تكون لها أي قيمة ما لم يكن هناك قوة ما على الأرض تجبر الطرف المعني بتنفيذها. وما دام الأمر على ما هو عليه، بمعنى أن ليس هناك من قوة تجبر الحوثيين على أن ينفذوا هذا القرار، فأن هذا القرار لن ينفذ. وهذه هي المعضلات الرئيسية من البداية عندما تم التعامل مع القضية وكأن الحوثي سيهزم وبأنه سيرضخ عسكريا وبالتالي سيستسلم ويسلم بمجرد الضغط العسكري، ولكن اتضح أن هذه المنهجية كانت خاطئة تماما، وكانت النتيجة حرب طويلة يدفع ثمنها الشعب اليمني من جهده ومن دمه ومن صحته. والآن اليمن بعد هذه الحرب في حالة جمود اقتصادي، في حالة تدهور معيشي، والمشكلة تعود إلى أن الآلية والفكرة، الفكرة أنه تم وضع الفكرة وكأن مجرد ضغط عسكري وقصف جوي سيجبر الطرف الآخر على الاستسلام، لأنه قرار مجلس الأمن في مضمونه العام هو الطلب من الطرف الآخر للاستسلام. الطرف الآخر في وضع عسكري لا نقول بأنه قوي ولكنه ليس ضعيف، هو في المنطقة متحصن بالمناطق الحصينة من اليمن، ويستفيد من ضعف وفشل السلطة الشرعية التي هي لب المشكلة. المشكلة هي عند السلطة وأدائها، لأنها لو كان هناك أداء ناجح وأداء فاعل لكان لتغيرت الموازين على الأرض، ليس بالضرورة الموازين العسكرية ولكن نقول الموازين السياسية وغيرها. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور. مساء النور. مرحبا بك دكتور. في البداية، أنت توقعاتك لهذا التحرك الألماني، هل سيثمر؟ هل سيرى النور بتقريب وجهات النظر والعودة للحل السياسي؟ أولا هو ليس تحركا رسميا. نعم. هو تحرك في إطار يعني إحدى المنظمات التي تدعم هذا التحرك، وهي منظمة يعني لا تحظى بصفة رسمية لا في الجانب الألماني ولا في الجانب اليمني. إذن ما الذي دكتور، معذرة على المقاطعة دكتور، معذرة على المقاطعة في هذه الجزئية، ما الذي أجبر الحكومة أن تذهب بوفد رسمي برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وأيضا مستشاري رئيس الجمهورية؟ أنا لا أعتقد أن ذهاب بن دغر إلى هناك هو بدعوة من المنظمة أو أنه لغرض الحضور. الذهاب له أهداف زيارة الجانب الألماني، لكن تصادف زيارة رئيس الوزراء مع وجود هذه الندوة. الحضور الآخرون هم يعني هناك من حضر من الطرف الآخر، الدكتور القربي وآخرون من الفعاليات الشبابية والحزبية الأخرى في اليمن. نعم. لكن يظل الموضوع المؤكد بأن هذه التحركات هي تحركات على مستوى ورش العمل وجس النبض وعلى مستويات تحتية أكاديمية يعني وأوراق عمل تقدم. نعم. وليس على مستوى تفاوضي. نعم دكتور محمد، هناك يعني من يرى بأن هناك الدور الألماني في ما يخص الأزمة اليمنية يتماهى إلى حد كبير مع توجه الانقلابيين، قراءتك أنت للدور الذي تقوم بألمانيا؟ لا أعتقد أنه يمكن أن نقول أنه يتناهى يعني مع الدور مع يعني أسس ويعني تفكير وتوجهات الانقلابيين، لكن في نفس الوقت الحركة الحوثية نشطة هناك قبل أن ينهار نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح على وقع ثورة الشباب في 2011.
لأن لا تنسى أن الحوثي وعدد من كبار القيادات من بيت الوزير والوشلي القيادات الحوثية كانت موجودة ولا تزال موجودة هناك في ألمانيا، وبالتالي منذ فترة طويلة كان هناك نوع من التواصل بعد أن هاجرت بيوتات من الهاشميين المرتبطين بالحوثيين إلى ألمانيا، وأسسوا لعمل على مستوى إيجاد منظمات أو أحزاب سياسية صغيرة أو توجهات وفعاليات استطاعت أن تخلق ما يمكن أن يكون نوعا من مجموعة الضغط المصغرة التي لها علاقة مع برلمانيين، لها علاقة مع مسؤولين في الدولة. لكن بعيدا عن ذلك هناك أيضا العلاقات الممتازة بين ألمانيا وإيران، وهذه أيضا لها دور كبير في توطيد العلاقة والمعرفة بين الحوثيين والألمان. نعم. طيب دكتور، أيضا الأستاذ عبد الناصر المودع يقول بأن المشكلة ليست في الانقلابيين ولا في المجتمع الدولي، المشكلة هي في الحكومة الشرعية وعدم وجود تحرك جاد وإنجاز يعني أهداف حقيقية يلمسها المواطن في اليمن، وبالتأكيد هذا ينعكس على العمل السياسي، وأن يعني التهديد بالحسم العسكري كان عبارة عن أكذوبة لم تحقق شيء من تنازلات من قبل الانقلابيين، ما رأيك؟ هو الواقع أن الاكتفاء بالضربات الجوية بهذا التكتيك كان خطأ منذ البداية. كان يفترض أن تعد خطط متكاملة بريا وجويا وبحريا كذلك، لكن ذلك ما لم يحدث. وحتى عندما تم التركيز على بناء الجيش اليمني الذي سمي بالجيش الوطني، هذا الجيش يعني لم يستقطب له الكفاءات الكبيرة في الجيش السابق، بالإضافة إلى أن الجيش الجديد أيضا محكوم بأيضا ولاءات معينة، وتم تسمية ألوية بأسماء يعني أو على أساس انتمائها لهذا القائد الفلاني أو ذاك أو من هذه القبيلة أو تلك، وبالتالي لا يوجد عندنا في حقيقة الأمر ما يمكن أن يسمى فعليا جيش وطني. هناك جيوش أو هناك جيوب من جيوش أو مقاومات إنجاز التعبير، لكن نطلق عليها مجازا الجيش الوطني. هناك يعني ألوية لا تكاد حتى ترقى إلى مستوى لواء، لكن نتجوز نقول ألوية في تعز وفي مأرب، وكذلك الألوية الموجودة في نهم. هذه الألوية هي لا يعني لم يمر عليها فترة كافية للممارسة وتدرب، لما هي مجاميع في حقيقة الأمر، أقرب منها إلى أن تكون مقاومة شعبية منها إلى ألوية احترافية، عدا عن بعض الحالات التي يمكن أن تكون تجاوزا كما يوجد في بعض الألوية التي هي أساسا تحت إشراف ضباط من الفرقة الأولى مدرعة سابقا، وهم ضباط احترافيون حاربوا في الحروب الست السابقة ضد الحوثيين إلى جانب قوات النظام السابق. نعم دكتور، إذن أمام هذا الجمود وعدم يعني تحقيق أي أهداف فعلية على الأرض واستمرار الوضع بهذه الصورة، هل تعتقد أن الآن الحل السياسي هو الأقرب للأزمة اليمنية، أم لا بد على الحكومة الشرعية والتحالف أن يحسم الأمر عسكريا في ظل عدم وجود أي تجاوب من قبل الانقلابيين للخضوع لأي حل سياسي؟ أنا في تصوري أن المأزق ليس المأزق العسكري. نعم. والمشكلة في اليمن أن التقدم العسكري لا يستثمر بشكل سياسي، وبالتالي يضيع الزخم الذي يحصل نتيجة للتقدم العسكري الموجود. لو أن الحوثيين على سبيل المثال سيطروا على المخا، كانت المخا في يد الحكومة الشرعية نفترض، سيطر عليه الحوثيون، كان ذلك سيكون له رد فعل كبير على مستوى التعبئة، على مستوى الإعلام، على مستوى المستوى السياسي والتفاوضي. ولكن في الجانب الشرعي لا يستخدم أو لا يجير أو لا يصرف إنجاز التعبير رأس المال العسكري الذي يتحقق على الأرض إلى مردود سياسي على طاولة مفاوضات، وحتى على مستوى إعادة ترتيب صفوف القوات المسلحة على الأرض، هذه القوات التابعة للشرعية. بالإضافة إلى أن ما يظهر هنا وهناك، طبعا علينا أن نكون واضحين، من فساد وتضخم في هذا الفساد لأجهزة الحكومة الشرعية، سواء الجهاز الإداري أو الجهاز العسكري أو الأمني، كل ذلك طبعا يلقي بنوع من الإحباط على المقاتلين، نوع من أيضا من التشويش على الضباط وعلى قطاعات الجيش التي تسمع بلا شك الإعلام وتحدث عن فساد المسؤول الفلاني ومحسوبية المسؤول الآخر. هذه يكون لها دور كبير، بالإضافة إلى أن
الحكومة الشرعية في تصوري لم تحسم أمرها جهة ماذا تريد، هل تريد الحل السياسي وإنجازه أم أنها تريد التركيز على الجانب العسكري. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. وعودة أخيرة إلى الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي من عمان. أستاذ عبد الناصر، إذا ما ربطنا ما يدور الآن من جمود في الجبهات وأيضا في الحل السياسي، هل أيضا ما طرأ مؤخرا من إشكالية في المحافظات الجنوبية وإعلان مجلس انتقالي سيؤثر على أي مسار أو سيقرب ويعجل من وجود حل سياسي؟ يعني ما حدث في عدن هو أيضا بيلقي الضوء على هشاشة السلطة الشرعية، لأنه هذه السلطة التي لم تستطع أن تنشئ أي سلطة داخل اليمن سلطة حقيقية تتبعها وتمتلك المقومات التي تجعل منها سلطة شرعية وليست سلطة أسرية أو خاصة بمنطقة الرئيس وأولاد الرئيس وغيرهم. هذه السلطة هي المشكلة ولب المشكلة كما ذكرت من البداية، لأنه نحن لدينا الآن فريقين. الفريق الأول وهو الحوثي بيلعب أداؤه، وهذا هو أداؤه إلى جانبه علي عبد الله صالح، ومعنا الفريق الثاني الذي هو الشرعي والذي العالم بيعترف به والذي نحن كيمنيين يجب علينا أن نعول عليه. نجده هذا الفريق غير قادر على اللعب ويلعب بلعب خاطئ ولا يمتلك المؤهلات لا الذاتية ولا الموضوعية التي تجعله يقوم باللعب الصحيح. وبالتالي هنا المشكلة، إن لم يتم حل هذه المشكلة، إن لم يتم إنهاء حالة الفراغ في القيادة هذه. ألا تعتقد بأن هذه الخطوة حركت المياه الراكدة أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة للتوجه لإنجاز أي أهداف حقيقية يلمسها المواطن في الداخل وأيضا إنجاز حل سياسي وعسكري؟ هذه سلطة عنوانها الفشل، هذه السلطة التي لم تستطع من 8 أشهر أن تدفع رواتب الموظفين، أن توجد قاعدة بيانات لبنك مركزي نقلته فقط دون أن يكون لديها أي رؤية أو أي قدرة. هذه السلطة الفاسدة التي كل يوم وفسادها يطفح أكثر وأكثر كل يوم، ونحن نسمع عن تولية الأقارب والمحاسيب في الوظائف التي ليس لديها أي عمل مؤسسي، فقط مناصب دون أن يكون هناك أي أداء على الأرض. هذه السلطة لا تتخيل ولا تتوقع منها أي نجاح. ما دامت هذه السلطة باقية هنا لب المشكلة، واليمن ستستمر في حالة التدهور ما دامت هذه السلطة باقية. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان. والشكر أيضا للدكتور محمد جميح كان معنا من لندن، وأيضا لمختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، وكذلك خالد العفيف أحد الناشطين السياسيين من برلين. والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.